وضع الإعلام السوري المهني في قائمة المؤسسات المستهدفة بهدف إسكاته ومنعه من كشف الأبعاد الحقيقية لما تتعرض له سوريا. الجعفري يؤكد أن ماكينة إعلامية هائلة حشدت للتحريض على الإرهاب في سوريا أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 صحفيا وعاملا وتعرض نحو 40 عاملا إعلاميا للخطف والاعتداء. المجموعات الإرهابية المسلحة كانت عم تتخذ الجوامع والكنائس والمدارس والمرافق العامة بشكل عام انطلاقا لإرهابهم. يميل قواتنا يقضون على إرهابيين من جبهة النصرة اعتدوا على كنيسة اللاتين بدير الزور. محطات الوقود في حلب تعاود عملها والحكومة مستمرة في توفير احتياجات أهالي حلب. الرئيس أحمدي نجاد يؤكد أن إيران والعراق يحملان رسالة سلام واستقرار ودورهما في أمن المنطقة استثنائي. مصدر عسكري مصري يعلن يوم غد الساعة الصفر لتطهير سيناء من المجموعات الإرهابية. تحية طيبة مشاهدينا الكرام. مساء الخير.